العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا هذا الحديث أيها الأحبة فيه كرم إلهي عظيم جدا الله لم يخلق البشر ليعسر حياتهم بل لييسر لهم أمورهم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله خلق الناس ليكافئهم بجنات تجري من تحتها الانهار وليس ليعذبهم قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر هو لا يرضى لك الكفر وبالتالي هذا الاله الرحيم الرؤوف بعباده اعطانا منهجا سهلا جدا فقط ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى. لانه هو الذي خلقك ورجوعك اليه ومصيرك اليه. وان تعمل كل شيء فيه مصلحه لك. فقط هذا هو الاسلام. الصلاه فيها مصلحه لي لان فيها الوضوء والطهاره والسكينه والخشوع. وتعلم النظام وفيها آه ذكر الله وهذا فيه اطمئنان للقلب الزكاه فيها فائده فيها مصلحه شخصيه لي ولمن حولي الصيام فيه فوائد طبيه كثيره لي انا اصوم احيا احيانا كصوم علاجي لاعالج بعض الامراض بالصيام لان اسلوب الصيام اسلوب متبع الان في الغرب لعلاج بعض انواع السرطان وغيرها من الامراض المستعصيه. طيب اذا كل شيء يحقق مصلحتي انا اعمله. فاذا هذا اله محب لك هو لم يفرض عليك هذه الامور ليقيد حركتك وليقيد حريتك. بل نهاك عن الخمر لانه يسبب سبعه انواع من السرطان حرم عليك الزنا لانه يسبب عشرات الامراض المنقوله جنسيا قد تنتهي بالموت فهذا الاله محب لك هو فقط وضعك في هذا الطريق ودلك على الطريق وقال لك هذا الطريق فيه مصلحه لك على الرغم من ذلك انظر الكرم الالهي هو عظيم على الرغم من ذلك هذا الاله الكريم اذا اصابك مثلا مرض او اذا انشغلت في سفر وقصرت في قراءه القران مثلا كتب لك نفس الاجر الذي كنت تعمله بشرط ان تكون نيتك صادقه أحياناً الإنسان لا يصيبه مرض هو قد يبتلى بمرض ابنه أو أبيه أو زوجته أو زوجة تبتلى بمرض زوجها مثلاً أو ابنها أو أبيها فعندما أبتلى بمرض ابن مثلاً فهذا الابن بسبب علاجي له وانشغالي به قصّرت في قراءة القرآن الذي كنت أقرأه كل يوم تمنيت لو أن لدي وقت لحفظ القرآن ولكن للأسف المرض أكبر من طاقتي حال أنك اضطررت لسفر من أجل العيش من أجل رزق من أجل دراسة في سبيل الله أبواب الخير كثيرة جدا في السفر ف اضطررت خلال هذا السفر للتقصير في بعض العبادات، طبعا ليس الفروض هنا الله عز وجل من كرمه وفضله انه يكتب لك نفس الاجر وانت مسافر او انت مريض اذا كنت تصوم، عودت نفسك ان تصوم مثلا ايام محدده الاثنين والخميس او ايام البيض 13 14 15 من كل شهر قمري واصابك مرض او انشغلت بمرض انسان او تعرضت لظلم معين لاذى معين لم تتم هذا الصيام اكتب لك نفس الاجر مع العلم انك لم تعمل شيئا اذا هنا انتقل معك اخي الحبيب لي أن تغير نظرتك للعبادات. لا تنظر للعبادات على يعني لا تنظر لكمية العبادة بل انظر للنية في قلبك. لأن الأجر تأخذه على النية ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم أهم حديث في الفقه انما الاعمال بالنيات يعني وانما لكل امرئ ما نوى فلذلك الله يحاسبك على ما في قلبك على نيتك لان هناك انسان يقرا القران ويحفظ الناس القران ظاهريا هذا الانسان انسان رائع انسان بذل نفسه وماله وجهده لتعليم الناس الخير ولكن نيته ان يقال انه عالم او قارئ او حافظ او نيته ان يكسب شهره او اجر، ليست نيته ابتغاء وجه الله. طيب هل تصدق ان مثل هذا الانسان سيكون اول من تسعر به نار جهنم يوم القيامة يعني هذا حاله أسوأ من حال الملحدين لماذا؟ لأنه هذا مع المنافقين وبالتالي أول ما تسعر النار هم ثلاثة أشخاص إنسان تصدق وأنفق الملايين ولكن رياء هو لا يريد وجه الله يريد أن يقال عنه إنه كريم جواد منفق وانسان جاهد في سبيل الله ايضا رياء ونفاقا ليقال انه قوي وشجاع وانسان علم العلم وتعلم القران وعلمه ليقال قارئ او عالم او ليحظى بشيء من الشهره او المال او الى اخره وليس ابتغاء وجه الله يوم القيامه يؤتى بجهنم فاول ثلاثه اشخاص يتم إلقاؤهم في النار هم هذه النوعية هذه النوعية التي يبدأ الله بهم تسعير جهنم تسعر بهم النار والعياذ بالله لأن الله تعالى يقول فتقودها الناس والحجر يعني هذا الإنسان الذي كان يدعي العلم في الدنيا نفاقا سيكون وقودا للنار وقود وبالتالي هؤلاء المنافقين اذا سُعّرت بهم النار يعني هم اول دفعه يدخل يكونون في الاسفل حقيقه ثم يدخل تدخل دفعه اخرى من الكافرين ثم الملحدين ثم 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 وهكذا فهؤلاء المنافقين اين اصبح مصيرهم؟ في الاسفل لذلك هنا ماذا قال تعالى؟ قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. شيء مرعب يعني. فلذلك القضيه قضيه بسيطه جدا يا اخي حتى جامعه هارفارد الجامعه الشهيره، الجامعه الشهيره جدا. تقول لك ان حياتك وسعادتك وطول عمرك، طبعا الاعمار مقدره ولكن نحن نتحدث الاسباب العلميه طول العمر. وحتى قوة النظام المناعي لديك قوة هذا الجهاز في الدفاع عن, عن جسدك ضد الأمر وحتى علاقاتك الاجتماعية وحتى كل شيء يتعلق بسعادة الإنسان كل هذا يعتمد على النية النية ما هي النية يسمونها النظرة الإيجابية للأمور يقولون نظرتك للأمور إذا كانت نظرة إيجابية متفائلة تغير حياتك بالكامل تصور مع أنك لم تمارس الرياضة ولم تتبع نظام غذائي ولم تأخذ أدوية فقط أنت غيرت نظرتك بدلا من أن تكون متشائم تستبشر بالشر وتتوقع الأسوأ ماذا فعلت؟ أنت بدأت تتوقع الخير، تتوقع أن هذه المشكلة ستحل إن شاء الله. تتوقع الجانب الايجابي لهذه الزوجة. لا تتوقع الشر في المستقبل، تتوقع الجانب الايجابي الذي سيأتي الذي سيأتي هذا الولد من الجار من هذا الشريك في التجارة. دائما الذي يتوقع الخير باستمرار تكون حياته افضل نظامه المناعي اقوى اكثر سعاده اكثر مصداق الناس واطول عمرا هذا الكلام موجود على موقع جامعه هارفارد من احب ان ان يبحث عن التفاؤل وعلاقته بطول العمر والنظره الايجابيه ابحث وستجد العديد من الدراسات والابحاث طيب إذا النبي هنا هو لا يعطينا مجرد معلومة، لا، الحديث فيه بعد آخر أعمق. يريد أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم صحح نيتك مع الله، وانوي أن تقول يا رب والله أنا لو كان باستطاعتي لكنت عملت كذا وكذا وكذا من أعمال الخير. ولكن لا أستطيع. أنا لو استطعت لذهبت إلى بيت الله لزيارة بيت الله وأداء الحج والعمرة. أنا لو كان بمقدوري أن أنفق الملايين لأنفقت في سبيل الله. هذه النية هي السبب في كتابة الأجر لك حتى لو لم تعمل شيئا. وبالتالي انوي أخي الحبيب انوي ان تقوم باعمال الخير باعمال البر انوي ان تحفظ القران ما رايك بهذه النيه اللطيفه قل يا رب انا نويت ان احفظ القران منذ هذه اللحظه اعني على ذلك وابدا بتخصيص افضل اوقاتك لهذا الامر طيب الان تعسر حفظ القران لم ييسر ستاخذ اجرك وكانك حفظت القران لذلك القرآن هو بشرى للمؤمن بشرى للمؤمنين النبي هو البشير هو المبشر صلى الله عليه وسلم وبالتالي أخي الحبيب عندما تنظر للعبادات بهذه الطريقة صدقني لن سيصبح هواك وهواياتك تابعة للقرآن يعني اذا ستكره الكذب ستكره الغش، ستكره اكل اموال الناس بالباطل، ستكره النميمه عندما تنظر للامور بهذه النظره وبالتالي هذا الحديث اخي الحبيب هو بشرى من نبيكم عليه الصلاه والسلام يقول لك منذ هذه اللحظه <تصحيح> ابدا بتصحيح النية ضع مخطط لما تبقى لك من العمر قد يكون يوم لا تدري حفظ القران، اعمال البر، بر الوالدين التسامح، العفو عن الناس خدمه الناس تقديم مساعده لاي انسان يطلب منك ذلك، انوي هذا الامر وثق تماما انك ستاخذ اجرك كاملا حتى لو لم ييسر لك هذا الامر حتى لو مرضت او سافرت او انشغلت الى اخره لذلك هنا نحن نتذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله ولم يعملها مجرد النيه فكثير من الناس ربما تغيب هذه المعلومه فمنذ هذه اللحظه لا تنتظر للغد الان الان وانت تستمع الي الان انوي ان تحفظ القران انوي ان تقوم باعمال بر وكل واحد طبعا اعلم بنفسه وبامكانياته وبالاشياء التي يمكن ان يقدمها لمن حوله، لكن انا اعطيك رقم واحد حفظ القران وتدبر القران، رقم اثنين بر الوالدين وصله الرحم، رقم ثلاثه الاحسان للناس ثم انوي ان تطبق العبادات كما ابارك الله قيام الليل ولو ركعتين في جوف الليل كما قال النبي خير من الدنيا وما فيها كل اعمال البر ستاخذ اجرك كاملا بمجرد النيه الصادقه وكما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق